لو الحكاية فيها إن فيديو. أسعار المانجا عاملة إيه بقى السنة دي؟ وفي إقبال ولا مفيش؟ لا الحمد لله. هي لسه بشاير؟ لسه بشاير. ترسع على 10 جنيه 12 جنيه. يعني هي بكام أصلاً؟ هي دلوقتي 20. 20؟ 20 يعني هي عاملة. يعني هي أنواع؟ أنواع. فيه 20 وفيه ب15 وفيه ب10. أعلى حاجة 20. وفي اقبال عليها دلوقتي وهي لسه يعني لسه مش لسه مش السحب يعني السحب فيها بتبقى في شهر 8 في نص 7 حاجه زي كده بتبقى استوت وحلو لكن ما فيهاش صاحب دلوقتي جامد لا هي طعمها كويس بس يعني تهيأ للزبون يفكر الزبون عايز ياكل بياكل لما ترخص تبقى 10 12 8 لكن دلوقتي هي بتبدأ من 20 لحد 10 جنيه لا 10 جنيه 15 جنيه يعني درجات درجات بس أعلى حاجة فيها 20 أعلى حاجة فيها 20 في